يلا هذا علي السوداني اليوم تم اطلاق صراحه بكفاله ومشكورين كل عمامنا والناس الخيره اللي تدخلت ونشرت وناشدت وكل عمامنا وكل الناس الخيره اللي سعوا بهاي الشغله بطلع صراحه احنا نشكرهم شكر جزيل وممنونين منهم جزاهم الله خير بعد هذا وياكم علي هو يسوي يطلع من عندي اداره الصحه واشكر القوات الامنيه تعاونوا وياي كل منتسب واداره الصحه مشكورين وسيدي المحافظ جزاه الله الف خير مشكور ما قصر تعاون وياي تعاون اخ عزيز امامنا واصدقاء امامنا السودان واصدقائي جزاكم الله خير وتيار الصدري يعني ما كفال خزعلي تحياتي دكتور حسن خلاط تحياتي مشكورين جدا على التعامل هذا الحلو وانا اشكركم جدا واشكر وزير الصحه من الوزير الى اخر مضمد المستشفى الجمهوري مشكورين جدا الكوادر الطبيه كلها والكادر الطبي كله جزاكم الله خير مشكورين وانا